السلام على زينب المسبية، السلام على زينب الهاشمية. لكنها قالت: لا تقل زينب الهاشمية، قل زينب المسبية. السلام على زينب هاشمية، سلم على الحسين. السلام على الحسين وعلى كنا الحسين، فنفوز الله فوزا عظيما. لم أمس زينب بغد الخدر حاسرة، تبدي النياحة الحالة فالحان غضب مسجورة القهر، إلا أن أعينها كالمصرات تصب الدم عقيانا. قل يا علي تدعو أبا أمير المؤمنين، يا غلي يا غلي، ألا يا والدي حكمت فينا رغايانا وقاب عنا المحامي والكفي، وقاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يوي يتامانا. شنو تنادي؟ وصلنا للمدينة اليوم يوم الأربع الشجعان، رأسي شايب وجسمي من درب السبيل أحلى. الله يحفظك يا أبو نجم الأحسائي، هاي أبياتك، الله يقضي حاجتك. وصلنا للمدينة اليوم يوم الأربع الشجعان، رأسي شايب وجسمي من درب السبيل أحلى. أنا زينب يوم زينب أعذرك ما عرفتيني، يوم العاشر بعاشور غير كل موازيني، من يوم أمي الزغرة نادت فضة دركيني، المصايب جارة ودهري رماني يم بني سفيا. يلا الزم قلبك. حين من سطر خدها صوب بالسهم عبار، انقدر بالمشرع ويما شفوفه ورايته والطاس، انهدم بيتي ورح الخدري العمد من صابه فوق الراس. يلا اعلى. انهدم بيتي ورح الخدري العمد من صابه فوق الراس، ومحسن من وقع بالباب وقع عبد الله بالميدا، يقول نوايب فاطمه امي شفتها بعاشر محرم، المسمار اللي صار
صوبها مثلث أصبح مسمى. وين راح يا شاعر؟ قال انحدر في قلب أخوي حسين، لا تأخر ولا تجدم، وقبلها بحجر ولا بجبينا صوب الخوم. صار للحسين قال وقع من على المهر دامي، إذا يوقف يرد يوقف. يا حجة الله تعيني بهالبيت. وقع من على المهر دامي، وإذا يوقف يرد يوقف. يا يما بعصرة الزغرة شمر في صدره تربى. السوى رفس جسمه وقطع راسه، بتل انظر المصنع. يلا تنطي حق باكمل. رفس جسمه وقطع راسه، وبتل انظر المصنع. ضامي وشان نادي غم عليك وحق جدي انا عطشان. ضامي وشان نادي غم وحق جدي انا. من ديرة الى ديرة سادة تعذرونا عمتكم زينة هنا كل سادة وتعذرون سيد محمد سيد طاهر. والي قول من ديرة إلى ديرة خذوني بعجفة مسبية، ومن مجلس إلى مجلس دخلت حبالي بيدي. من مجلس إلى مجلس دخلت حبالي بيدي، ويزيد بمجلس بعودة يكسر براسه برغية. انتي انذكرتي رقية، لكن وينها رقية؟ يقول ويزيد بمجلس بعودة يكسر براسه برغية، وإذا تنشديني عن إرغية تراها موسدت تربا. نادت يما يما يا يما يا يما 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 يا الحنينة يا يما يا الطيبة يا يما. يما قعدنا بخراب على التراب، هذا مكان رقية. يما قعدنا بخراب على التراب بعد يا زينب، وطبنا لعالديوان لجناب على حسين وحزني على حسين وحزني. إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين، وثبتنا على ولاية يمين مؤمنين بمحمد وآل محمد. لا بأس بالثانية والثالثة. عجل فرجهم يا كريم. ولا محمد تفضل. قال تبارك وتعالى في جليل خطابه ومحكم كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق نبينا الكريم محمد. عظم الله أجري وأجوركم بذكرى استشهاد عقيلة الطالبيين السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها. بهذه المناسبة العظيمة والله أنا أقول استشهاد زينب كأن يوم عاشر. والله الليلة زينب كل المصايب تندرج كل المصايب ليلة زينب. تقدم إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان بالتعزية ونسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المستشهدين بين يدي محمد وآل محمد. من خلال هذه الآية المباركة الحديث في هذه الليلة يندرج أو يأتي على نحوه. النحو الأول ألا وهو أهمية المستحبات في حياة المؤمن. هناك خمسة أحكام سنتها لنا الشريعة الإسلامية، وهذه الخمسة الأحكام لا يخلو الإنسان منها. أي عمل يقوم به الإنسان أعمال لا تخلو من الخمسة أحكام. فمنها الواجب، ومنها المستحب، ومنها المحرم، ومنها المكروه، ومنها المباح. خمسة أحكام، لكن أنا مطالب بكم حكم؟ حكمين، هما الواجب والمحرم. وعلى أساس هالحكمين الإنسان يحاسب. على أساس هالحكمين الإنسان ماذا؟ يحاسب. يعني إن ترك الواجب فهو معاق، وإن فعله فهو مثاب، وإن فعل المحرم فهو معاقب، وإن ترك فهو مثاب. أن يجاهد بنفسه بأن يبتعد عن المحرمات، عن الفرائض، كي لا يقع في الذنب، كي لا يقع في المعصية. لكن بعد هم بعد أنا ما أنظر إلى المستحب، فعلت فعلت، وإن ما فعلت مو مطالب، لا، بل ألزم نفسي بفعل المستحب، وله آثار كبيرة المستحب في نفس المؤمن. كذلك المستحبات كثيرة، الله ترك ثواب عظيم في هالمستحبات، ليش أنا أضيع على نفسي هذا الثواب العظيم؟ مثلا احنا الآن في شهر رجب، أعمال كثيرة، عمرة الرجبية مستحبة، فإذا حصلت لي فرصة أنتهز هذه الفرصة وأروح لبيت الله عز وجل تعمى. بعد الأعمال المستحبة زيارة المولى أبي عبد الله الحسين، أتعلق بالحسين، أزور الحسين. بعد ما أنتهي من كل فريضة أتجه أقول السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. بعد صلة الرحم
أنا ما يكون أقطع رحم، أن وصل رحمه وصله الله يوم يلقى، من قطع رحمه قطعه الله يوم يلقى. إنسان ما يقطع رحمه، بعض تشوفه تحصل مشكلة بينه وبين أخوه، بعد كل 5 سنوات قاطع أخوه ما يتواصل وياه، ولو تلقى السبب تافه، سبب على أساس شنو؟ هذا ولدي راح ضرب ولد أخويا، وإجا أخويا وليش ولدك يضرب وكذا، ومني كلمة ومنه كلمة، بعد خلاص تعدوا الأخوان، منا كلمة ومنا كلمة، صار خلاف بينهم 5 سنوات ما يكلم أخوه إلا عليك، هذا الله يرضى على هذا الفعل ما يرضى، فلا بد للإنسان أن يصفي قلبه، ما يحمل في قلبه على الناس كذا. بعد هام الجار، احترام الجار، تقدير الجار، كل هذا من الأعمال المستحبة، والمستحبات كثيرة، نوافل في الصلوات، بعد الصلوات صلي ركعتين صلاة المغرب، هم عندك بعد صلاة العشاء ركعتين من جلوس، كثيرة المستحبات، الحضور إلى مجلس الحسين سلام الله عليه، الصلاة على محمد وآل محمد، كلها من الأعمال المستحبة، أعمال مستحبة كثيرة، فأنا ألزم نفسي بفعل المستحب. شوف الأولياء كيف وصلوا إلى الدرجة الأفضل، إحنا أهل البيت أمرونا بالترقي، لأن الجنة مراتب ومرتبة واحدة، كيف أصل أنا إلى مرتبة أفضل؟ أترك المكروه وأفعل المستحب قدر الإمكان. الأولياء كيف وصلوا إلى هذه المرتبة؟ شلون وصلوا إلى هالمنزل الأولياء؟ ما عندهم إلا كم حكم؟ حكمين، الواجب والمستحب. شلون صار عندهم حكمين؟ لأنهم يعاملون المحرم بمعاملة، أو يعاملون المكروه بمعاملة محرم، ويعاملون المستحب بمعاملة واجب، هكذا وصلوا إلى الأفضل. وإحنا أهل البيت يأمرون بالترقي، فلا بد أن نترقى إلى الأفضل. ثانياً، أثر صلاة الليل على روح المؤمن. الله يذكر سورة المؤمنين، صفات المؤمنين، قد أفلح المؤمن الذين هم في صلاتهم خاشعون، يذكر صفات المؤمن إلى أن يقول كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون. المؤمن من اتخذ الليل مطية له بين عبادة، إنسان يعبد الله بالليل، إذا ما يقدر صلي صلاة الليل هناك أمور أخرى يفعلها المؤمن، مثلا إذا ما يقدر صلي صلاة الليل شو اللي يسوي؟ يسبح تسبيح الزهراء سلام الله عليه، تسبيحة الزهراء، يقول الإمام صادق صلوات الله وسلامه عليه، إن تسبيح جدتي فاطمة يعادل ثواب 1000 ركعة واستحبة. يتوضأ قبل أن ينام، من توضأ قبل أن ينام كأنما أحيا ليله بين عبادة، وكان فراشه عليه مسجدا. هذا فقط اللي يتوضأ. صلاة الليل عبارة عن ماذا يا أخوان؟ هذا 8 ركعات، خليك وياي وحسب، 8 ركعات صلاة الليل منفصلة، تقرأ بها ما شئت
من السوى. بعد ركعتين الشاف ومفرد الوتر ركعة، كم صاروا؟ 11 ركعة. صلاة الليل عبارة عن 11 ركعة. إذا ما تقدر تصليها كلها صلي الشفع والوتر. الوتر استحب لك أن تدعو لكم مؤمن؟ 40 مؤمن. وأن تستغفر كم مرة؟ 70 مرة. طب قدر الإمكان اللي تقدر عليه سوي، وواصل على هذا الشيء، واصل على هذا الشيء. يمكن يوم تصلي يوم ما تصلي، شوية شوية تواظب على هذا الشيء. إذا تقدر بعد تلزم نفسك تقول والله أنا بروح بصلي صلاة الليل 40 ليل. قول بصلي صلاة الليل 40 ليل. شوف يقولون من عاشر قوم 40 ليلة كان منهم. فأخذ أطباعهم. فأنت ما تقدر لما تصلي 40 ليلة صلاة الليل ما تقدر تتركها، تواظب. اللي ذاك الشباب كان يعمل في بناء، إجا يوم من الأيام صار يبني في أحد المساجد، هذا المسجد لأحد البنت، هذه بنت واحد عنده سلطة وكذا، بنت ملك، هذه هي المشرفة على بناء هذا المسجد. اللي حصل لما انتهوا من بنائه إجت تشوف هذا المسجد، دخلت لما طلعوا منه كل العمال طلعوا، اكو عامل من العمال هذا الشاب اللي نتحدث عنه صارت له عرقه ما خرج، تعطل وجلس اختبأ. دخلت هذه بنت الملك، بعد ما دخلت كشفت عن وجهها بعد ما اكو رجال، اول ما نظر اليها انعجب بها. طلعت الاميره، طلع راح الامه، يما خطبيني بنت الملك، اريد ايش تخطبين بنت الملك، انت فقير تعمل بناي شلون تقبل بيك، شلون تقبل، خل الفقراء اللي مثلنا يقبلون بيك. قال روحي خطبيها شنو يضرك. ما قبلت. شو اللي صار؟ صار ما ياكل، صار ضعيف. قالت له كول، قال ما اكل حتى تروحي تخطبيها. سلمت امرها الى الله وراحت تخطب بنت الملك. دخلت بملابس بسيطه، اول ما دخلت شو اللي تريدين؟ جاي اخطب بنت الملك. الكل صار يضحك، انت جايه تخطب بنت الملك؟ فعلا قامت هذه بنت الملك، راحت لها قالت شوفي انا اقبل، لكن عندي شرط، أن يصلي ولدك صلاة الليل 40 ليلة. قالت ما يخالف أنا أروح أخبره. فعلا راحت ولدها قالت ترى شوف الأميرة وافقت، عندها شرط. شنو شرطها؟ ما يخالف أنا نفذ. شرطها تصلي صلاة الليل 40 ليلة، هذا شرط قبله ما يخالف. صار يصلي صلاة الليل. بالليلة الأولى صورة بنت الملك قدام، ليلة الثانية نفس الأمر، ليلة الثالثة هكذا. مع مرور الأيام صارت تختفي عن باله. طيب عدت المدة، طافت المدة، جاءت الأم روح يلا قوم نروح نخطب بنت الملك. قال لا، أنا تعلق قلبي بالله عز وجل، ارتبط قلبي بالله عز وجل، أنا ما أريده، أنا ارتبط بالله عز وجل. شوف غيرت من نفسيته، في صلاة الليل لها أثر على روح المؤمن، تغير من نفسية المؤمن. بعد أحدهم أتى إلى الإمام الصادق يشكو الفقر، قال عليك بصلاة الليل، قال عليك بصلاة الليل. فعلا يصلي صلاة الليل والله يرزقه. بعد قال نور في وجه المؤمن ونور له في قبره
وهي صفة من صفات شيعة أمير المؤمنين وصي أبي القاسم محمد. لذلك ترى الأولياء لا يتركونها على أي حال. وأي حال أعظم من حال زينب؟ أي حال أعظم من زينب؟ ليلة الحادي عشر تصلي صلاة الليل من جلوس، صلين من جلسة لا ما يصير، صلين من جلسة لا ما يصير، وحدك في صلاة الليل يا عم تصلين. دخل الخيمة، دخل الخيمة شاف زينب تصلي، لكن بأي حال زينب المصايب غيرتها، زينب انكسر ظهرها. صلين من جلسة لا ما يصير، وحدك في صلاة الليل يا عم تصلي، وياي وحدك في صلاة الليل يا عم تصلي. لما خرجت زينب تريد أن تضلل على الحسين، أتاها الشام وكزغ برمحا، قالت دعني أغمض عين أخي الحسين وكزغ برمحا. وقعت زينب وهي تصرخ حسين، لكن زينب ترى وصت أمها الزهرة، ما أدري حضرتها لولا، ووصيك بوصية بساعة المصرع من يضربني شمر بالثرى، لا تخلينا على صدر حسين يتربى عندك صرخ على الحسين. حزن حرى وني في قشوة تراك، نفتح عيون الطافحة بالدموع، ترى بموت لو شفت النحر مقطوع. من نفتح عيون الطافحة بالدموع، ترى بموت لو شفت النحر مقطوع. قامت بتروح لابو فاضل، قال كفيلك ملك شط الموت، ومنه ما شرب قطره، سويته قطعنا جفه اليمنى، عليك الثانيه، قطعنا جفه اليمنى وقطعنا جفه يسرى، وظل محتار في أمره، ومنه ما شرب قطرة. صاحت زينب صحت يا شمر بسك عمال، لا تتشمت بحمالي، صاح الشمر يا زينب خليصة جدست بن عالي. على كيفك، ترى مثل ما قلت لك اليوم عاشور، ليلة مو ليلة وفاة زينب، لا ليلة عاشور، ليلة مصيبتها، كل المصايب زينب حملتها. ويلي يا ويلي يا ويلي، ولازم راسح قبالك يا زينب يخطر البلدان. مشت زينب من كربلاء، ولكن بأي حال مسبية، وصلوا إلى الشام
أرادوا أن يدخلوا وهم مربطين بالحبال. إجا الإمام زين العابدين قال ولا واحد منكم يقترب على عماتي، أنا أربطهم بنفسي. وإجا الإمام دار عليهم بالحبل، أول ما وصل إلى سكينة قال سكينة مد إيدينك. قالت برضاك هو يا أبو محمد. قال ما يخالف صبري يا سكينة، وحط عليها الحبل. إيه قول آه لا تخجل. بعد قال بقت واحدة ما ربطناها. قالوا إيه شوف هذه اللي وراك، كل ما أنت تروح جانب هي تجي لك ورا، كل ما تروح أنت جانب هي تجي وراك، أنت تبتعد عنها ولكن هي تجي. قالت أبو محمد حط الحبل على إيدي. قال عم ما أقدر ما أقدر، وش اللي صار؟ ارتخت يد الإمام سقط الحبل من يده. لكن وين التجحد؟ وين التجحد زينب؟ صاح خويا يا خويا، خويا أنا مشيت درب ما مشيت، والله ما مشيت وجت على خويا رفجت. أنا من قلة الوالي نخيته، والله من قلة الوالي نخيت، والله خويا ما كانت غلى البال. شنو اللي ما كان على البال يا زينب؟ قالت على البال أدش المجلسة وبزنود الحبال، والله الحبال ومنطشت راسك وتشوف العيال، والله منطشت راسك وتشوف العيال. أول ما دخلت زينب إلى المجلس نظرت الطاقية يضرب رأس الحسين بغضيبة، تقل أخويا خويا يا خويا يا خويا، أنا رأسك يوم شفته وعصاي زيت تلعب فوق شفته. سويت يا زينب؟ قالت أنا ذاك الوقت وجهي لطمته وصديت له بدهشة وندهته، شلت يمينك الضربته. يا علي قول يا علي، حتى يعطيك المدى تقول يا علي. بعد قول مسك طرف الحبل، بداية الحبل وين ممتد؟ من عنق الإمام زين العابدين، وآخر واحدة منه زينب. وياي قول مسك الحبل، شوف طالع مسك الحبل وجر الحبل بكل قوته، جر الحبل بكل القوة. شو اللي صار؟ اندفعوا كلهم وآخر واحدة زينب سقطت، طاحت زينب وقعت على الأرض. أكو صغيرة صارت تخاطب بوها تقول لأبويا يدي ناعمة ومو لامسة حبال، والله أبويا يدي ناعمة ومو لامسة حبال، بس هاي ما كانت على البال، أطب المجلس وبزنود الحبال. هذه رقية اللي ما حد يذكرها إلا
دمعة تنزل على خزي من ألمح يتيمة نوح رقية تمر على ضا والله من ألمح يتيمة نوح رقية تمر على ضا طفلة بالخرابة تلوح وتسايل عن الوا بس ما جابوا إليها الراس شفتها ميتة قماضي بس ما جابوا إليها الراس شفتها ميتة قماضي خرجت زينب من مجلس الطاقية وأمر أن ترحل خوفا من الفضيحة إلى أن وصلت إلى المدينة أكو طفلة صغيرة تركها الحسين طفلة صغيرة ومتعلقة بالحسين والله أنا على هذا المنبر أقسم أنا على هذا المنبر اللي ما دب دمع بشوف كل المصايب ذكرناها هنا وتنزل دمعته متعلقة بالحسين جالسة تعدل بالمهد قالت خلي عبد الله وياي قال لا ترى مذخور الكربلة ليش تخليني بويا الوحدة ويلي لا ترى مو راح أقول هذه انت ببالك شنو اخذوني وياكم ها لا جالسة تنتظر تنتظر هي طلعت من ساعة قالت خذوني وياكم أسرج الخيل وحط فراشكم لو حود الليل خلوني خادمة قال حسين لا تجلسين انت ما تروحين يعني عين بالمهد وعين بالباب شلون تنتظر زينة تعديل بالمهد والعين بالباب وتترقب متى ردت الغياب يرد ابوها حسين وكل الاحباب يرد ابوها حسين وكل الاحباب وعمتها الحنون اخت الحسين وهي بهالحال لان زينب اجتها ضمتها بديها وقبلتها لكن العليلة معرفتها لكن العليلة معرفتنا تقلها يا هالحرة شو اسمك وانت منا بجت زينب ونغادت يا عيوني اشو كلكم بغد ما تغرفوني انا عتبي على اخوتي اللي ضيعوني انا عتبي على اخوتي اللي ضيعوني ضيعوني ويلي يالي التقت بوحدة تعتبرها بمقام منو أمك الزهرة أعيدة من عيوني أعيدة يا سيد وانت هذه عمتك وليلتك بجت زينب ونادت يا عيوني يا عيوني أشو كلكم ما عرفتوني عرفتوني أنا عتبي على أخوتي ضيعوني ترى أبو فاضل ما قصر ويا زينب أنا قلت هالكلمة بأحد المآتم قلت ترى أبو فاضل ما قصر إجا واحد قال نص الماتم وقف قال لكن ضيع زينب أبو فاضل قلت له ما قصر يقول ضيع زينب
والي التقت بوحدة بمقام أمها فاطمة قالت يما أنا طلبت من أمي الزغرة تضمني وأنا صغيرة بالسيف لكن قالت ضلعي مكسور ما أقدر يما يا يما ترى أنا ما أقدر أضم أريدك يما ضمني ضمني يا يما ضمتها إلى صدري غام صاحت وحق اللي تربيت بحجر انت من الاحساء وكاتب هالقصيده من ملا علي بن فايز شي يقول صاحت وحق اللي تربيت بحجر ودريب عملة كربلاء شايد لكن ثلاث نشدات وضحيلي أرض نشتج فاغاز منو بالنامون وخبري جسم حسين بخيول العدى عندك صرخة أصرخ حسين وخبرين جسم حسين بخيول العدى داس والتي وقفت مكتفة وين بديوان الأرجاس بالحبل مربوطة وياك النساء صاحت أنا ضيعني ابن أمي وخلاني غريب أنا ضيعني ابن أمي وخلاني غريب لا أهل عندي ولا بلد هاد يمي قريب اش دعوة يا علي مطول الغيبة ما تنجف زينب وياها نساوي ما شافت جواب من الحسين ما شافت جواب من العباس ما شافت جواب من علي وين راحت صاحت يما يما يا بحسن ليت عالي وشوف كربلاء سوت بحال صاحت يما يا بحسن ليت عالي وشوف كربلاء سوت بحال أنا كل إخوتي مجتلة إقبالي صاحت يمه يمك مو بعيدة أنا شفت حسين من حزة وريدة أجركم الله أحسن الله لي ولكم العزاء أمروه أن ترحل زينب من المدينة وإذ راحت زينب رجعت إلى الشام وآه يا الشام واشتد عليها المرض أجركم الله وعند احتضار الموت عرق جبينها سكن أنينها أصرخ ثلاثا يا علي أجركم الله أرادوا أن يمددوها على التراب أرادوا أن يمددوها امتنعت ذلك أرادوا أن يقطرون الماء في فمها
امتنعت ذلك تقول جرحت قلبي المجروح يلجأت وتوجهوا ذكرتوني بأخوي حسين يلي تغمض عيون خلوني أموت بهون لا تهيجوا مكنون ترى من تمد ورجولي بذكر أخوي حسين ناديت الشمر خلي باق أمضى وبمد رجلي سوى ضربني وبالنعل داسة أجركم الله أحسن الله لي ولكم العزاء إلى أن مددت رجليها أسبلت يديها يا زينب يا زينب آه اللي وجهك يا زينب أطبقت فاهها أغمضت عينيها فاضت روحها الطاهرة أنا زينة أنا زينة أبيات الدعاء أنا زينة أنا زينة أنا زينة أنا زينة أنا زينة أبو معروفة اسمي كعبة الأحزان خان الدهر بيا وفجعني بأربعة أخوة يلا راح تعدد لك زينب أول واحد المحسنين شفته وقلبي ارتاح جنين مغمض عيونه ومنه مكسر الأضلاع وشفت أمي عليك تصيح ومنها مكسر الأضلاع واللي دقش بغالي شفت القوم يقيدوا فارس الفر وما ثاني إخواني شفته وشدته شده راس بحجر أخوي حسين كأنما الدهر عليك يا أبا عبد الله يكتب رأسين في حجرك منو هالراسين راس أخوك الحسن وبعدين راس أخوك أبو فاضل لكن أبو فاضل كل ما يحط راسه يحط راسه بالتراب ليش قال بعد ساعة من الذي يضع رأسك في حجره راس براس أخوي حسين راس براس أخوي حسين يونو عائلته عنده وما ثاني إخوة وما ثالث إخواني راعي الزاد وراعي الباس شفت مقطع جفوفه ومصوب على الراس بعد شنو اللي شفتي في ابو فاضل يا زينب تقول من شفته صحت واولي على الباس كفيلي راح وخلاني أسير بولية العدوى يحط ايدك على الجرح اللي ألمك وما رابع اخواني حسين مدلل الزهرة ارجوك تنطي حق الحسين وما رابع اخواني حسين مدلل الزهرة شفت الشمر بن عاله متربع على
صدره تقول وما رابع اخواني سالم دل للزهر الله شلي وما رابع اخواني شفت الشمر بن علي يا متربع على صدره وين الصرخة شفت الشمر بن علي يا متربع على صدره بعد يا زينب وشفت راسه على الخط مع القناب صوفيا هل يا دمعة العين وذب يا قلب على حسين وعين